نحن اجينا لهون شان نوقف مع اهلنا اللي بدير الزول اللي لاحوا ضحية استعمار غاشي. نحن اذا بنفكر بس فكير انه بدنا نهجم على اسرائيل بمجلس الامن وكل الدنيا بتقوم وتوقف، اما امريكا قامت وضربت دير الزول ما عاد عكاشي. بدنا جايين لهون شان كل جاي حاسبوا يلي قتلوا دير الزول، مو جايين لعنا مشان هيك بس منظر. نحن راح نكبر ونشيلك من ارضك يا امريكا.